اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من ذا ليدي. في سيده طلبت من زوجها ان هو يكتب تدي له ورقه ويكتب في الورقه دي 10 صفات سلبيه موجوده فيها. فالراجل اخذ الورقه وكتب فيها بالنص: انا احب زوجتي ولا ارى فيها عيوبا. وطبقها وادها لها بنفس التطبيقه حسب رغبه الجمعيه النسائيه اللي مشتركه فيها زوجته. فلما اتعملت المؤتمر اتاخدوا كل الورق من كل الزوجات وبيقروه، فالسيده اتفاجئت ان هو قايل لها فيها كده. وهو راجع البيت من الشغل لقاها واقفه مستقبلاه بدموع فرحه شديده قوي وبتقول له ميرسي جدا ان الجمله دي انت يمكن الوحيد اللي كاتبها، وان هي كمان اتقالت على الملأ، وان انت فعلا مش شايف فيا عيب. بس راي الزوج الحقيقي ان هو كان قادر يكتب اكتر من 10 غلطات بتقع فيها مراته، الا ان هو كان عارف ان العلاج مش هيتم بذكر هذه العيوب. وفعلا السيده اتحسن سلوكها مع جوزها بنسبه 70%. عارفين ليه؟ انه سحر المدح. المدح وان انا ما اجيبش سيره السلبيات دي باور لحاجه اسمها الثناء لا يضاهيها ماديات، وان كتر ما انا بتكلم في عيوب وسلبيات ده بيولد نفور واكتئاب وطاقة سلبية. لكن لما أنا أمدح الشخص اللي قدامي هو هيتكسف على نفسه وهيخلي العيوب اللي جواه دي على الأقل يقللها أو تكون أقل ضررا للناس اللي حواليه. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، إن لب أي أسرة أو أساس أي أسرة في الدنيا هي معاملة الراجل مع المرأة. فلما يخلي مراته سعيدة ومبسوطة وعندها طاقة إيجابية جواها، ده بينعكس على تربية الأولاد. الأجيال والأسرة والبيت والتعامل اللي جواه وإزاي الأم بتتعامل مع أطفالها، يمكن الحاجة الوحيدة اللي قالوا إن هي من أهم الحاجات موجودة في التربية إن أنا أعلم طفلي إنه يكون قائد، يكون قائد عنده ثقة بنفسه. وعلى فكرة إن أنا أعلم ابني حاجة زي دي، ده مش معناه إن هو يتخلى عن الإنسانية أو يتعالى على الآخرين أو يفرض رأيه أو يبقى دايما شايف إن هو الكبير وهو الصح وما بيسمعش الكلام حد. لا بالعكس، الكبير والقائد مسؤولية واجتهاد وإنه طاقة إيجابية، عايز كل اللي حواليه يتلموا عليه، يستشيروه في الرأي، يحللهم مشاكلهم، يحتويهم، يقدرهم، يخليهم سعداء. الكيان الداخلي، الكيان الداخلي هو اللي بيأسس السبل النفسية اللي بتخلينا إزاي نتعامل مع العالم الخارجي صح. في قادة كتير على مر التاريخ ما قدموش أي حاجة لأن كانت يعني الأرض بور فعمرها ما هتطلع زرع صالح. وفي بما يسموا بالتابعين، التابعين دول كانوا بيفيدوا نفسهم وكانوا بيفيدوا مجتمعهم وكانوا بيعملوا حاجات كتير جدا. ده برضو راجع للبيت، البيت اللي أنا خارجة منه اللي بيعلمني الأسس والتعاليم الصحيحة عشان يطلع جيل سوي نفسيا وما يبقاش في مجتمع انهيار وأمثلة سقيمة احنا شايفينها قدامنا في كل مكان. يخرج الطفل من البيت يبقى المكان التاني ليه الأسرة التانية، المدرسة. الأب التاني هو المدرس، الأم التانية مديرة المدرسة أو المشرفة على التعليم بشكل كامل. التعليم منهج الحياة، أسس الحياة. وقد إيه أنا بشوف شخص ناضج وشخص كويس، حد متعلم فعلا وقادر ان هو يستقبل حاجات كتير.
بيخرجوا من المدارس ومن الجامعات ايا كانت، دكتور، مهندس، خريج علوم، خريج زراعه، خريج تجاره، خريج اداب، خريج علوم سياسيه، كل الفئات من علمي وادبي. طبعا اصحاب التخصصات مش كل الناس بتبقى عندها كل المعلومات اللي موجوده في الدنيا، بالعكس في ناس بتفضل عايشه تتعلم حاجات لحد ما تموت. مش في ناس، ده كل الناس كده خلاص. فالناس اللي ما تعرفش المعلومة، أنا في وجهة نظري نوعين، أمي وجاهل. الأمي يستقبل المعلومة تقول له ده بيتعمل بالطريقة الفلانية أو أنت كنت بتعمل ده بالطريقة الغلط والطريقة الصح أهي، هو كده استقبلها واستفاد، وأنت كمان حسيت أن أنت قدمت حاجة أو أنت ليك لازمة في الحياة. انما الشخص الجاهل هو مكربس دماغه على المعلومه اللي عنده، هو شايف ان دي هي دي، ما عندوش اي استقبال للحاجه الجديده، مش عايز يتعلم، رافض اي حاجه، مفاهيم قديمه راسخه جوه دماغه ما بتتغيرش، وهي دي الحياه واخرتها بالنسبه له، نظره ضيقه، حياه وحشه، لما يجي بعد كده يكبر، يتجوز، يبقى عنده اولاد، بنشوف يعني اقول لكم ايه؟ بتشوف أمثلة غريبة وبشر ما تتحس كده، كلنا بنقابل الناس دي في حياتها، تحس إن مفيش هنا مركز استقبال، أنت بتتكلم مهما تتكلم مفيش. عشان ما نوصلش للمشكلة دي وما يبقاش عندنا ناس زي كده، ويكون على الأقل مجتمعنا فيه تفاهم اجتماعي، يبقى الأسرة لازم تكون سوية نفسياً. الأب يتعامل مع الأم كويس، الأم تتعامل مع الأولاد كويس، المدرسة والتعليم والمناهج والحياة والأسلوب وكل ده قادر إن هو يخلق لنا جيل مناسب. يعني حتى دايما في مقولة بتقول أعطيني مربيا ناجحا أعطيك شعبا ناضجا متحضرا، فيمكن النضج والتحضر بيجي من الأساسات خالص. والحقيقة أنا بتضايق قوي وبصمم إن أنا أتكلم في نفس المواضيع دي تاني، لأن أنت تيجي تتناقش مع ناس والله العظيم يعني علماء ومتقدمين جدا في حياتهم ويبقوا مختلفين، ما بيقول لك لا التربية الصحيحة بتيجي من البيت، حتى لو المدرسة مش عارفة فيها، يقول لك لا حط البيت على جنب، ده بيقعد في المدرسة عدد ساعات أكتر. فلا، الاتنين لا يضاهوا أهمية بعض، الاتنين مهمين جدا، الاتنين بيشكلوا بنيان الطالب نفسيا وجسديا وتعامليا وعقليا وكل حاجة. لأن أنت ممكن تلاقي التلميذ ده كبر بقى عنده طباع معينة جاتله من البيت جاتله من المدرسة ما بتتغيرش، وهيفضل يخسر وهيفضل علامة الفشل موجودة في حياته مدى الحياة، مش هتبقى حلوة. فإحنا اللي فات خلاص، اللي قادر يتغير من دلوقتي يقدم، لأن محدش هياخد بإيدك ويغيرك، محدش هيغيرك إلا أنت لو أنت فعلا عايز تتغير، أو إن أنا أبدأ أعمل في أطفالي اللي أنا معرفتش أعمله لنفسي. وعلى فكرة إن الإنسان اللي بينصح مش شرط إنه يكون كامل، لا، الإنسان اللي بينصح ممكن يكون مش عايزك تقع في نفس الغلط اللي هو واقع فيه، أو عايزك أحسن منه، أو لما يلاقي حاجة صغيرة بيعلمها وتبتدي تبقى كبيرة ونفسيتها كويسة، ده بالطبع هيبهت عليه وهو كمان هيبقى كويس. كل الحاجات دي مهمة جدا، لأن بناء الإنسان أهم من بناء أي شيء في الدنيا عشان نوصل لحياة كويسة. طيب إحنا النهاردة هنسلط الضوء على التعليم، التعليم إزاي بيتم في المدارس، إزاي بيكون عندي طرق سهلة أقدر أوصل بيها المعلومة. الموضوع مش زي زمان، زي ما كان بيتقال لنا زمان فهم وحفظ، لا، في طرق تانية كويسة ولطيفة وسهلة تخليني أستوعب المعلومة وكمان أقدر أتعامل بيها بذكاء، سواء كان في الامتحان أو أستفاد بيها في الحياة. وفي الحالات اللي زي دي لازم نوصل لأصحاب التخصص عشان نسألهم ليه الجيل ده فيه سلبيات عن كل الأجيال اللي فاتت فيما يخص الطلبة في كل الفئات، وأعتقد كل الناس اتكلمت في الموضوع ده. فخلونا النهاردة نعرف إيه السبل الجديدة لطرق التعلم، وإزاي نتقدم بالجيل الجديد وننفي كل سلبياته عشان نحصل على حياة
جميلة وآمنة وصحية وجيل مناسب. خلينا نستقبل أول فقراتنا في ذا ليدي بس بعد الفاصل. اهلا بيكم الساده المشاهدين مره تانية. رحبوا معايا بضيفتي اللي منوراني في استوديو زلادي، دكتوره منى طمان، استاذ تكنولوجيا التعليم. اهلا بيكي يا فندم. طيب حضرتك كنتي بتمثلي مصر في مسابقه ميوان اللي شارك في لجنه تحكيمها دكتور فاروق الباز، وقدمتي فيها البحث اللي قدمتيه عن تكنولوجيا التعليم. كلميني عن الفكره بشكل عام. الفكره ان انا كنت عايشه في الكويت 17 سنه، وكنت رئيس شعبه تحسين الاداء في وزاره التربيه في دوله الكويت، وقدمت كذا مشروع في تطوير التعليم اللي هو دمج التكنولوجيا بالتعليم. كان من ضمن المشاريع اللي قدمتها هو تصميم او برمجه العاب تعليميه. بعد كده لما طبقت الالعاب دي وبقى مجموعه من الاطفال، طبعا ده كان من حوالي 10 سنين، كان وقتها لسه التكنولوجي ما انتشرتش بشكل كبير. الالعاب دي ساعدت تطوير مستوى الاطفال او الطلبه بشكل كبير جدا. بعد كده كنت انا بدرب الاطفال على الابتكار والابداع، وعلمتهم البرمجه، وده فرق معاهم بشكل كبير جدا في تطوير المهارات النفسيه وتطوير المهارات الشخصيه. الاطفال اللي كانوا مدمنين للالعاب الالكترونيه والعاب ببجي بقوا مبدعين ومبتكرين، وبقوا يشاركوا في مسابقات دوليه. نمت عندهم الثقه بالنفس والمهارات الشخصيه بشكل كبير جدا. فده بقى اصبح ابتكار في تعليم الاطفال. لان هم مش بيتعلموا مهاره واحده بس، يعني مش بس البرمجه، لا ده هم اتعلموا فيها مهارات شخصيه وقيم تربويه، ونمى عندهم مهارات التفكير الابداعي. ساعات بفكر كده ان مع تطور العلم، لان زمان كان التعليم مثلا في المرحله الثانيه او الثالثه بيتقسم لعلمي وادبي. اللي بيفهم يخش علمي، واللي بيحفظ يخش ادبي. فبناء عليه المدرسين بداوا يسيستموا نفسهم على الكلام ده. فلما يكون عندي نصوص كبيرة جدا في المواد الأدبية أبدأ أقول أغاني بقافية معينة وسجة، ويحفظوا الطلبة عشان يخشوا يملوا المقالات الإنشائية والأسئلة الكبيرة اللي كانت بتيجي في الامتحانات. والعلمي على الفهم أكتر، لأن ممكن السؤال يجي مقلوب شوية، فأنا لازم أبقى فاهمة الموضوع عشان ما يجيليش بشكل دايركت وما اسقطش. مظبوط. ساعتها كان مثلا ناس كتير بتقعد تسال فين دور العلم هنا، يعني فين دور العلم عشان ادخل المعلومات صح في ذهن الطالب عشان يقدر يجدي نفعا. وبعدين كانت في اراء بترد على الموضوع ده، ان لازم اعرف الطالب من وهو صغير ميوله ايه اصلا، يعني هو عايز يعمل ايه، ومن وهو صغير ابدا ادربه على الكلام ده عشان لما يبقى كبير يبقى انا خلاص عندي ماده خصبه اقدر اشكلها زي ما انا عايزه. مظبوط. طيب حضرتك قلتي دلوقتي انك دخلتي البرامج التطبيقيه اللي هي التعليميه الالكترونيه، بالطالب يقدر ان هو يذاكر في البيت او حاجات من كده. ده ممكن يخليني استغنى عن المدرسه والسبوره والحفظ وحشد الطلاب الموجودين في الفصل، واعتمد على الموضوع الكترونيا بحت، ولا ايه؟ هي الفكره مش موضوع الكترونيا، الفكره ان انا بحاول الطالب من متعلم، يعني من متلقي للمعلومه، الى تعلم الذاتي. والفيجن بتاعتي هو التعلم الممتع، يعني احنا ازاي نخلي التعليم التقليدي الى ان هو يتعلم بنفسه ويعتمد على نفسه في التعلم ويبقى مستمتع وهو بيذاكر، عشان بعد كده يبقى عنده حب بقى الاستطلاع والسيرش والبحث. يعني مشروع نشأة باحث صغير، يعني بالظبط هو اللي يدور على المعلومه وهو اللي ريسيرش، يعني بس من الصغر. مش بس ريسيرش، ده هو مصمم ومنتج للوسيله التعليميه. الفكره جات لحضرتك منين؟ الفكره لما انا كنت في الكويت كنت عامله حاجه اسمها نادي المواهب. كنت متبنيه الاطفال الموهوبين بقى في كل المجالات. كان من ضمن الاطفال كان بيجي اطفال حابين يشاركوا بس مش عارفين ايه الموهبه اللي عندهم، فبدات دول اوجههم للتكنولوجي، انه اعلمهم البرمجه، فلقيتهم فعلا مبدعين ومبتكرين. فميزه البرمجه ان انا مش لازم يبقى انا عندي موهبه في حاجه معينه، يعني لا، ده انا لما بتعلم البرمجه بعد كده بنمي مهارات التفكير الابداعي عندهم بطريقه معينه، فهم بيبدعوا ويبتكروا. الاطفال دول خليتهم ان هم المناهج اللي بيذاكروها اللي بيدرسوها هم اللي برمجهم العاب تعليميه ليها، وبرمجهم انيميشن جرافيك، ويبرمجهم اسئله تفاعليه منهجهم. فوقت ما هو بيذاكر وبعد كده يجي يصممه كلعبه هو مستمتع جدا،
وبيلاقي المعلومة بتوصل له بطريقة أسهل بكتير جدا من إن حد اللي يشرحها له. أيوه. فاكتشفت طبعا إن دي أفضل وسيلة إن الطالب يتعلم بيها، إن هو يعتمد على نفسه، هو اللي يبقى منتج مش متلقي أو مستخدم للإلكترونيات. هي مثلا ان الطالب يبقى قاعد فتره طويله على كمبيوتر او على لابتوب، هي ميزه، بس انا بشوفها ان هي مش المفروض ان هي تبقى بشكل اساسي، لان كان الامهات مثلا يقول لك ايه الكتاب ضروري، يعني ان انا افتح صفحات الكتاب وان انا ابقى شايفه بعيني وان للعين ذاكره وان مسكه القلم لايدي دي بتاهل ايدي واشارات العصبيه لدماغي ان انا لما اجي اكتب في الامتحان اعرف احل. وبيفصلوا الطالب عن المذاكره بيلعب بقى فيديو جيم على الالكترونكس. دي مش ممكن تعمل تشويش على الطالب ان هو بيتعلم على الكمبيوتر وبيلعب على الكمبيوتر، ولما بياخد بقى البريك بتاعه يروح يلعب جيمز برضو على الكمبيوتر، ولا ايه؟ لا، هنا بقى طبعا نتيجة لدراسات كتيرة انا اطلعت عليها وقريتها، ان الطفل لما يلعب يقعد بس متلقي للمعلومة من الكمبيوتر مثلا، اي حاجة الحاجات اللي موجودة جاهزة على الكمبيوتر التعليمية، يقعد يتفرج هو 5 دقايق بس وبيفصل التركيز عنده. يعني خلاص كل الدراسات اثبتت كده، ان ما ينفعش الطالب يقعد يتفرج على فيديو تعليمي حتى او اي فيديو اكتر من 10 دقائق. تمام. لكن لما هو يعني بيبقى فيه انستراكشنز. بالظبط كده. لكن برضو نفس الحاجه الالعاب الالكترونيه، ليه الطفل بيقعد على الالعاب الالكترونيه 5 6 ساعات متواصله؟ وده اللي بيسبب ادمان الفيديو جيمز من غير ما يحس بملل ولا تعب ولا ارق. ليه؟ لان هو مش بيشغل دماغه خالص. تبقى في منطقة في الدماغ عليها ستريس طول الوقت، ان انا مثلا اذا العب فيها عنف انا خايف ان انا اتغلب، فبس المنطقة دي، لكن بقية خلايا الدماغ مش شغالة، هو بس بيشغل ايديه، فبالتالي هنا مش بيتعب. لكن لما هو يقعد يفكر ويصمم وينتج، ده كل ده تفكير، فاكيد ماكسيموم 2 ساعة على الكمبيوتر وبعد كده خلاص ما بيقدرش يكمل اكتر من كده على اي اداة الكترونية. فده علاج، ده العلاج الفعلي، ان انا بقعده بس مش متلقي، هو منتج وبيفكر وبيبدع ويبتكر، فالدماغ كل خلايا الدماغ كلها شغاله، فمش هيقدر يقعد اكتر من 2 ساعة. في نفس الوقت هو اتعلم، الساعتين بيلعب وفي نفس الوقت بيتعلم. من الاربعينات للالفينات كلنا في البيوت اتقال لنا مثلا من بابا وماما، ده انا لما كنت بذاكر كنت بقعد اقفل المنهج واجيب 100% واعمل، وحتى كان التنسيق بتاع الكليات كان بياخد من درجات اقل من كده بكتير، يعني تقريبا في طب بياخد 102% وحاجات دلوقتي غريبه قوي. يقول لك انا كنت بعرف اعمل ده واذاكر واحط نفسي في جو مذاكره، فكان بيبقى الرد المنطقي طب ده كان على ايامك يا بابا، يعني ده كان في الخمسينات ولا في الستينات خلاص. فدلوقتي لما دخلنا الالفينات بقى الاتموسفير مختلف، المناهج مختلفة، الدنيا كمان بقت مختلفة في كل حاجة، فما بقاش فيه ظروف مناسبة قوي للطالب ان هو يذاكر. وبعدين مع ظروف كورونا اللي جت الفترة اللي فاتت، يمكن بعض المراحل الدراسية تحولت ان الامتحانات تبقى الكترونية مظبوط. وبس انا كان عندي اعتراض على موضوع ان كل الامتحانات عن طريق الكمبيوتر وانا بختار اوبشنز وصح وغلط والحاجات دي، لا انا دايما كنت بحب ان يبقى فيه ورق وان انا اعرف اميز الطالب المذاكر عن الطالب المتفوق المتميز، اللي هو مقال الطالب يوريني فيه ابداعه. فايه راي حضرتك في الموضوع ده وعن المنهج التعليمي في مصر بشكل عام؟ هو موضوع يعني ظروف كورونا، هو كان ما قدمناش حل تاني غير ان هو يبقى الامتحان الكتروني. ولكن طبعا زي ما قلتي ان الاسئله المقاليه دي بنفتح مجال للطالب، بيبين اكتر مين الطالب اللي مذاكر كويس ومين الطالب اللي هو يدوب داخل كده بس الامتحان. لكن هو ممكن لو ان طريقه الاسئله نفسها بتقيس مهارات معينه في تفكير الطالب، فهنا نقدر نقول لا هي فعلا تكون متميزه. يعني فهنا اللي بيفرق طريقه الاسئله، يعني مثلا في الاسئله الالكترونيه اوبن بوك، لكن بتعتمد اكتر على التفكير، مش اي حد يقدر، يعني هو مش يعني يحس الطالب ان كل الاسئله صح. ده حتى في انا فاكره ان في كلام كان يوجع البطن، يعني يقول لك الامتحان جاي في مستوى الطالب المتفوق. ايوه، فانت بتبقي داخله اللي هو مش عارفه اعمل ايه.
واسئله من بره المنهج، يعني تحسي ان فعلا الحاجات دي انا ما خدتهاش، مع انك ممكن تبقى اجابتها حاجه بسيطه جدا وعارفاها، ولكن لعبكت السؤال بالزبط. ما الاستفاده؟ طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، اللي احنا محتاجينه فعلا في التعليم في مصر هو ماده اسمها الكورس، او ماده اسمها مهارات التفكير الابداعي، وده الحمد لله انا مدربين معتمد في الشرق الاوسط في مهارات التفكير الابداعي. يعني في ناس تقول لي انت هتعلميني ازاي افكر؟ التفكير مهاره ليه 6 مستويات، في كل مستوى 10 ادوات من ادوات التفكير، تخيلي، واحنا ما حدش يعرف عنهم حاجه، احنا بس بنستخدم 2 3 ماكسيمم 4 اللي بيقول انا مخترع يعني. لكن لما الماده دي نربطها بالمناهج، وده اللي انا كنت بعمله في تطوير التعليم، اربط مهارات التفكير الابداعي بالمنهج، يبقى فعلا الطالب مش محتاج بقى ان هو يحفظ ولا اسئله زي اللي حضرتك بتقولي عليها لعبكه او لفه، لا ده هتبقى بالنسبه له لازم يشغل مهارات التفكير عشان يقدر يحلها. فهو ده اللي احنا محتاجينه فعلا في الوقت الحالي، لان بتلاقي شباب متخرجين ومش عارف يجيب فكره، مش عارف يفكر، لو وقع في ابسط مشكله مش عارف يخرج من المشكله، مش عارف حتى يعمل خطه او دراسه للشغل اللي هو فيه. كل دي مرتبطه بمهارات التفكير الابداعي، مش عارف ياخد قرار، ومش عارف حاجه اسمها تحديد الاولويات والنتائج، وازاي احدد النتائج من قبل ما ابدا اصلا، وازاي يبقى عندي البدائل، محدش عارف ازاي يرتب الاولويات بالنسبه له. كل دي في مهارات التفكير محتاجينها جدا في نظام التعليم فعلا. لو الماده دي موجوده في دول العالم المتقدم، في ماليزيا وسنغافوره واليابان، كل الدول المتقدمه لو تبحثي في المواد الدراسيه اول ماده واكثر ماده مهتمين بيها اللي هي الكورت او مهارات التفكير الابداعي، لان بتفرق بشكل كبير وبتاثر بشكل كبير على مستواه الشخصي ومستوى تفكيره، وطبعا المواد العلميه اللي بيدرسها. خلاص بقى اي سؤال بقى يجي له سواء بقى لافف او مباشر هو اتعلم مهارات، اتعلم ازاي يفكر، فمش هيبقى الموضوع صعب. انا عايز اقول لك كمان ان الجيل دلوقتي عنده فرايتي هايله، يعني في قرارات تعليميه جديده، ان الطالب يقدر يخش الامتحان مره ما عجبتهوش يحسن يخشها الثانيه، ما عجبوش يخشها الثالثه، ويحسبوا له اعلى درجه في الثلاث امتحانات. ده شيء عظيم، يعني دي رفاهيه كلنا اتحرمنا منها، يعني يا ريت كنا بقينا، كنت بقيت علامه فضاء مثلا لو ده كان على ايامي. فدي حاجه لطيفه قوي، ولكن مش كل الطلبه بتستجيب للكلام ده، برغم ان في سبل تحسين ومرونه جدا، الا ان في برضو بحس ان في طلبه واقفين في مكانهم. لما باجي اقارن الاجيال اللي موجوده دلوقتي بالاجيال اللي فاتت، حضرتك ايه رايك؟ يعني شايفه الجيل اللي موجود دلوقتي لما في المدارس، في ناس كويسه طبعا، وفي ناس ولاد ناس ومحترمين وكل حاجه، ولكن يا الاغلبيه العظمى تفكير غريب. وتلاقي كلمه، بقينا نسمع كلمه اندر ايدج كتير، ولا الجيل ده يخوف، مواليد الالفينات وحضرتك نازله هيبقوا اهالي ازاي؟ دول هيبقوا امهات ازاي؟ مختلفين شكلا وموضوعا. وفي تم مناقشات كبيره جدا، وده اللي انا كنت بتكلم عليه في الانترو، ان بيبقى الاساس من البيت والمدرسه وحاجات كتير، الا ان في حاله فشل عارمه في الجيل ده. حضرتك شايفه ايه ونحلها ازاي؟ للاسف منتشر جدا في الجيل الحالي، اللي هم تايهين اصلا. ايوه، والاسره مش عارفه تسيطر، يعني الاسره مش عارفه تتعامل معاهم ازاي. وفي المدرسه، كل الموضوع ان هو ماده علميه بيروح يدرس وبس، القيم التربويه بقت مغيبه تماما في المجتمع للاسف الشديد. فدلوقتي الاسره والمدرسه مش عارفين السبب على مين، يعني كل واحد يدي السبب للتاني. الحل يبقى في ان احنا نهتم بمهارات الشخصيه للاطفال دول. لو احنا نمينا المهارات الشخصيه، ركزنا اكتر على التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا الايجابيه، لان السبب الرئيسي في ان هم يوصلوا للوضع ده هو التكنولوجيا برضو. التكنولوجيا سلاح ذو حدين للاسف. لو شفت كل البيوت او معظم البيوت، الاطفال طول الوقت على الموبايل، طب بتعملوا ايه؟ محدش عارف. الاسره شايفه ان دي وسيله ترفيهيه، تيجي تمنعه من الموبايل ما تقدرش. فهنا طبعا المعادله الصعبه، احنا ازاي الموبايل اللي في ايديه ده يبقى هو وسيله اللي تنميه وتطوره، مش الوسيله اللي تخليه ما عندوش اهداف، وطفل يعني زي ما بيقولوا كده فاشل.
فهنا التفكير يبدأ من ده، الوسيلة اللي في إيديه إحنا إزاي نوظفها صح، إيه هي المهارات اللي المفروض نركز عليها كأسرة عشان ابني يبقى عنده شخصية، يبقى شخصية قيادية، يبقى متحمل للمسؤولية، يبقى حريص على مستقبله، ما عندوش اللامبالاة اللي موجودة بالشكل ده. ودي الحاجة الحمد لله اللي أنا ركزت عليها لما نزلت مصر، تبنيت مشروع إن أنا أنمي المهارات الشخصية، أطفال بدربهم يبقوا على المهارات القيادية، أطفال يبقوا يعني يعلموا غيرهم، أطفال يبقى عندهم الثقة بالنفس، التفكير الإبداعي فرق معهم بشكل كبير جدا، بقى عندهم مسؤولية، بقى يعلموا زمايلهم ويشرحوا لهم، بقى عارفين إزاي ياخدوا قرار، عارفين إزاي يتكلمهم، فرق معهم بشكل كبير. فهو الطفل لو إحنا وجهناه صح وادينا له بس التولز اللي تغير شخصيته هيفرق معاه بشكل كبير. ممكن مثلا يجي تسأل بيبي بنت صغيرة نفسك تطلعي ايه؟ فليك انا نفسي اطلع مدرسة. ايه المانع ان انا مثلا اعمل لها جزء في الأوضة بتاعتها مكتب، وان هي يعني الاتموسفير عامة بتاع المدرسة، او اللي عايز تطلع دكتورة اعمل لها عيادة صغيرة في أوضتها بالألعاب وبالديزاينز وحاجات لطيفة. الايه؟ بنعمل زي سيميوليشن او بالظبط كده، وتقولها ان انت هتبقي حقيقيه في الحته دي لما تخلصي المراحل الدراسيه بتاعتك وتكبري، فبتعمل لها حافز نفسي ان انا هبقى مهمه. لا اخدها من ايدها واعرفها مثلا على دكتوره كبيره هتبقي شبه دي في يوم من الايام. فالبنت بتفضل حاطه جوه ده جوه نظرها وما بتنحرفش عن الطريق، يبقى عندها تارجت. وعايزه اقول لك برضو ان زرع القيم العقيده والقيم الشرعيه جوه الاطفال حاجه بتخليهم يبقوا هاديين فعلا، عايزين يوصلوا لحاجه معينه، مش عايزه اكسر ثقه اهلي، مش عايزه ازعل ماما، مش عايزه ازعل الميس بتاعتي في المدرسه. هي دي الاطفال الصح. يعني انا في بنوته في العيله ابرار امبارح ختمت القران الكريم، ختمت كتاب الله، فكلنا اتبسطنا بيها جدا ونشيرنا لها بوستس بصورها واحتفلنا بيها قوي، وهي لسه 13 سنه فصغيره. فانا كمان نفسي ان كل الاسر في مصر والوطن العربي ان هم يهتموا بتربيه الاطفال من اجزاء تانية خالص، لان هي برضو بتنعاد على المراحل التعليميه. مظبوط بالظبط. طيب في مشكله بقى كبيره جدا ان في اطفال بيتاثروا قوي بالالعاب الالكترونيه. كان في من فتره كده لعبه اسمها الحوت الازرق وبابجي بينتحروا بسببها. يعني تلاقي الطفل بيحاول يمارس العنف اللي هو شافه في الفيديو جيم ده في الحقيقه، وده بينعكس بالضرر عليه. نحل الموضوع ده ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك عملت دراسه كتير على الموضوع دوت، وجات لي يعني اولياء امور لاطفال، في منها واحده بتقول انا ابني بيسرق عشان يروح يشتري الادوات بتاعت بابجي، هو بيشتروها يدفع الفلوس للسايبر عشان يشتري المدرعات والحاجات اللي في لعبه بابجي. تخيلي في طفل من اسبوعين مصري انتحر بسبب ان هو خسر 50,000 جنيه بسبب لعبه بابجي. فتخيلي. في غير بقى الاطفال اللي بيطلع عندهم عنف، اللي بيطلع عندهم انطواء، اللي بيطلع عندهم مفيش ثقه بالنفس، التواصل الاجتماعي يعني ضعف بشكل كبير بسبب ان هو طول الوقت اللعبه دي. ايه اللي بيحصل؟ الطفل طول ما هو قاعد كل هدفه ان هو يقتل. فتخيلي هو بينمي مهارات الايه؟ بيبقى عنده حب الانتقام. فحب الانتقام وهو في اللعبه بيبقى صفه عنده. فبيبقى لا اراديا عايز ينتقم، عايز يضرب، عنيف، بيعلي صوته على مامته. انا نفسي لما جيت العبها مشاعر العدوانيه عندي زادت، وانا نايمه كنت بحس ان الزون هتقفل عليا وما يعني المفروض ان انا عندي ادراك. ما بالك الاطفال بيحصل فيهم ايه؟ انا مش عارفه بصراحه. هو العقل الباطن بيتقمص الشخصيه اللي عماله تقتل وتموت، والبقاء للاقوى، يعني اللي يقتل اكتر هو اللي بيعيش. فهو ده اللي بيحصل بسبب اللعبه دي. انا عالجت الموضوع ده ان هما نفس الاطفال، وفعلا كان اطفال فعلا كانوا مدمنين لبابجي، والطفل نفسه يقول انا هتحداكي ان انا مش هقدر. قلت له لا، انا تحدي بيني وبينك وهنشوف مين اللي هيكسب التحدي. فعلا الاطفال دول لما علمتهم البرمجه، بس مش مجرد تعليم بروجرامينج، زي ما قلت لحضرتك بغرز قيم تربويه، بنمي مهارات التفكير الابداعي ومهارات شخصيه، فغير جنب تعليم البرمجه. فالطالب او الطفل بيحس ان هو مبدع
مبتكر طول الوقت بيفكر جوه دماغه كمان ديجيتال لايف دي حاجه هتنمي عنده الذكاء لما يكبر بشكل مخيف. لا هم فعلا لما الكلام ده كانوا بيتعلموا معايا في الاجازه لما بدات الدراسه قالوا لا احنا فرق معانا كتير، احنا كنا بنمل يعني المساله كنا على طول بنستعجل على الكالكوليتر او بنبص في الاجابه، لا احنا بقى عندنا احنا حابين نفكر بنتحدى نفسنا وبنحاول اكتر من مره، اتعلمنا الصبر، اتعلمنا ان عندي هدف، ان عندي ما فيش حاجه اسمها افشل، لا انا ما عرفتش احل بستخدم طريقه ثانيه عشان اوصل للحل. كل المهارات دي اكتسبوها هما بيتعلموا البرمجه. تعالي بقى الطفل اللي انا اتحديته ده قلت له عملت ايه؟ قال انا مسحتها خالص. والله العظيم فده مش واحد بس ده اكتر من واحد. ليه؟ ايه اللي حصل؟ هو كان بيحس وهو بيلعب ببجي بسعاده ان هو بينتصر او بيقتل. تمام؟ فبس بتبقى وقت لحظي، لكن لما بيصمم ويبدع ويحس ان هو متميز بيعمل حاجه حقيقيه مش حاجه يعني في الهواء، حاجه مستفيد هو شخصيا منها وبيفيد اصحابه، لان كمان قلت له اللي بيصمم لعبه بيبدا يتبادلوا مع بعض. واحد صمم مثلا في الماس، تاني صمم في الساينس، فبيبادلوا مع بعض، انا هاخد لعبتك اذاكر بيها وانت تاخد لعبتك اذاكر بيها، فشوفي حب التعاون، حب ان احنا نفيد بعض. فرق معهم بشكل كبير جدا. في منهم طفل عنده 7 سنين بقى هو يعمل، عملت لهم مؤتمر دولي للأطفال الموهوبين وكان حاضر معنا ناس من اليو اس اي ومن ماليزيا وكذا دولة، انبهروا من مستوى الأطفال المصريين وهم مبرمجين اللعبة بتاعتهم وبيطلعوا بيكلموا عن لعبتهم بيشرحوها. يعني هنا بقى فكرة ان هو ازاي يروج للعبة بتاعتي، انا بعد كده هنزلها على البلاي ستور وابقى اكسب منها فلوس. فشوف تفكيره، يعني انا حتى كمان فكرة المشروعات الصغيرة، يعني هو ممكن هو صغير يكسب فلوس ان هو بيبرمج وينزل على البلاي ستور، فبقى عندهم اهداف كتيرة، مخهم تفكيرهم بقى لحاجة تانية خالص، ان هو بيفيد بلده بيفيد اللي حواليه. دكتورة منى طمانت انا فخورة بيكي جدا وفخورة قوي باللي حضرتك بتقدميه والابحاث وقد ايه تقدم العلم وكمان بقى يساعد في التعليم، ودي حاجة هتنشئ جيل ذكي يطور ويضيف، مش تحصيل حاصل ويتخرجوا قاعدين ومش لاقيين شغل، لا بالعكس ده ممكن ينتهي من المراحل دي والاهتمام بيها. ودايما العلم بيقدم لنا ناس جميله زي حضرتك، بيقدم حلول سهله ومضمونه وتطوير. انا مبسوطه جدا ان حضرتك كنت معايا النهارده، نورتيني دكتوره منى طمان. ساده المشاهدين لسه مكمله معاكم فقرات دليدي، اوعوا تروحوا في اي مكان. بطلة جميلة قدرت تحط اسمها في سبوق في صفوف السباحة العالمية. رحبوا معايا بالبطلة اللي منوراني في استوديو دليدي النهارده، آية أيمن. ازيك؟ الحمد لله تمام كويس. طيب يا ستي، انت خدتي في بطولة أول سباحة برا رملية وخدتي فيها الميدالية البرونزية، كلميني عن البطولة دي. أنا خدت في بطولة العالم، أنا شاركت وتأهلت في بطولة العالم في 2017 في المكسيك، كنت صاحبة أول ميدالية عالمية في تاريخ السباحة البارالمبية، جبت ميداليتين، جبت فضة وجبت برونز، ودي أول ميدالية عالمية في تاريخ السباحة البارالمبية في مصر وأفريقيا والوطن العربي، وحصلت برضو على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية الحمد لله من سيادة الرئيس في اول 2018، وكنت اول سباحه تاخد وسام الجمهوريه للرياضيين. كنت حاسه بايه وقتها يعني، او ايه الدافع اللي خلاكي تخشي حاجه زي كده؟ انا اولا انا كنت مبسوطه قوي ان انا خدت الوسام، لان هي كانت حاجه ما حصلتش قبل كده وكنت انا اول واحده اعملها الحمد لله الحمد لله، فما كنتش مصدقه، وحسيت وقتها ان انا اخيرا دلوقتي حد حس يعني حس بتعبي وبكافئ على المجهود وعلى التعب اللي انا عملته، ان انا لقيت حد بيقول لي لا انت شاطره عملتي حاجه حلوه، فبالنسبه لي ده كان تقدير كبير قوي وانبسطت قوي. وما كنتش متوقعه في يوم من الايام ان انا هكون واقفه في ان انا قدام سياده الرئيس باخد الوسام، لان الموضوع صعب، وفكره انك تجيبي ميداليه في بطوله العالم، الحمد لله انا كنت اول بنت في مصر وافريقيا والوطن العربي تجيب الميداليه دي، فكانت حاجه كبيره قوي، كنت مبسوطه بصراحه وقتها. انا كمان مبسوطه وفخوره بيكي جدا، والحقيقه لما بلاقي مثلا يعني زي المسابقه دي للمعاقين بحس ان في ناس بتبقى سليمه ومش عايزه تخش رياضه ومش عايزه تعمل حاجه وعندها اكتئاب وعندها رجوع لورا،
بالعكس لما بلاقي امثله زي الجميله عندها شجاعه وعزيمه ان هي تحط اسمها في حتت حلوه وان هي تكسر ارقام قياسيه ولا انا قادره انا قادره اوصل لده وكمان اتكرمت من سياده الرئيس. وانت بتتكرمي كان شعورك ايه بقى؟ لا انا ما صدقتش لمده اسبوع قدام يعني انا ما كنتش مصدقه وقبليها بيوم انا ما كنتش نايمه كان ليله راس السنه وكنا سهرانين بعدين نمت الساعه 3 صحيت الساعه 6 فايه اللي بيحصل وما كنتش مصدقه وكنت انا راجعه من بطوله العالم دي 12/12 فمن 12/12 ل 1/1/2018 ما كانش فيه تكريمات ما كانش فيه اي حاجه او ما لقيتش حاجه حمستني فقلت خلاص هعدت يعني بس لقيت يوم 31/12/2017 بالليل انت عندكم تكريم تاني يوم مع سياده الرئيس ما كانش كان كتامين وكان المفروض ان احنا ما يقولوش يعني ان احنا هنروح بالظبط. ايوه مظبوط. فانا ما نمتش يعني هو الثلاث ساعات دول انا ما نمتهمش برده كنت مبسوطه قوي واللي هو انا جوه فعلا ودخلنا والتامين وكل حاجه انا واقفه قدام سياده الرئيس وباخد وسام الجمهوريه اللي هو اعلى حاجه في يعني في مجال الرياضه وعلى لعبتي الحمد لله انا كنت اول واحده في التاريخ تاخدها فلا انا كنت مبسوطه قوي 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 وكان دي حاجه من احلام مامتي زمان ان انا يعني اخد وسام الجمهوريه ففكره ان انا اخد وسام الجمهوريه في تعتبر في مده مش كبيره يعني انا ابتديت محلي ابتديت دولي سوري في 2014 وخدت الوسام في 2018. انت دخلتي كام بطوله؟ انا دخلت ابتديت دولي في 2014 فانا من 2014 لغايه دلوقتي بسافر دولي بقالي 6 سنين سافرت حوالي 3 بطولات عالم وان شاء الله وسافرت اولمبيكس واحده اولمبيكس وان شاء الله باذن الله هسافر الثانيه مؤهله لطوكيو 2021 وسافرت كذا بطوله تاهيل حوالي 4 كمان فانا ما كنتش مصدقه انه بعد كل ده يعني هاخد وسام الجمهوريه وما كنتش مصدقه بصراحه كنا مبسوطين جدا يعني. طب خلينا نتكلم عنك يعني في قبل 2014 ايه اللي خلاكي تنقي الرياضه دي بالذات؟ اولا انا بادئه 2006 اصلا اوكي كنت بادئه علاج مائي انا اصلا بلعب كنت بحب المياه وبحب يعني المصيف وبحب اقعد في البحر كتير وبحب اقضي وقت في المياه اكتر بس انت من الابراج المائيه اصلا ولا مالهاش علاقه؟ لا ما اعتقدش. برج ايه؟ طيب انا برج الجوزاء. جوزاء ما شاء الله. خلاص كملي. بس ف كنت بحب قوي اقعد في المياه وكنت بقعد في المصيف كل يوم 9 ساعات كنا بنفطر وبعدين ننزل البحر ما كنتش بطلع بصراحه غير على المغرب حتى كان بمسك في اوقات يعني انت اخترتي رياضه في حاجه انت بتحبيها بالظبط كده اللي هي المياه بالظبط وكنت طيب. بقضي فيها وقت وبس وابتديت بقى اول ما يعني انا عندك كام سنه وقتها؟ 6 سنين انا يمكن من اقدم الناس الموجوده في الفريق بتاعي في النادي كان اول ما الفريق اتعمل في 2006 كان بدايه تنشئه فريق ذوي احتياجات خاصه سباحه فانا كنت من اول الناس اللي قدموا واشتركوا يعني من وانت عندك 6 سنين وانت بتتمرني الرياضه دي بالزبط. وانت اللي اخترتيها عشان خاطر ليها علاقه بالميه اللي انت بتحبيها اصلا بالظبط كده. طب كلميني عنك يعني بتحسي بايه وانت رايحه تتمرني ايه اهدافك حاسه انت هتوصلي لفين بعد كده؟ انا بصراحه عايزه اوصل لكتير يعني كتير كتير قوي وحاسه ان انا لسه عندي كتير قوي بس بحتاج انه انا من النوع اللي انا عشان اشتغل اكتر محتاجه ان انا الاقي سبورت اكتر محتاجه ان انا الاقي حد يا حبيبتي كل الدعم ليكي ربنا يخليكي ده الرئيس بنفسه كرمك ربنا يخليكي والله بس بحب ببسط قوي لما بلاقي تقدير من ناس مختلفه من مامتي من اهلي وده بيحصل الحمد لله هو ده اللي مخليني انا دلوقتي بلعب بقالي حوالي 14 سنه ونص فحاجه سبورت بيفرق معايا جدا عايزه اوصل لكتير قوي نفسي ان شاء الله باذن الله اسافر طوكيو وباريس واعلق ميداليه باذن الله في بارالمبيكس واكون اول سباحه في التاريخ الوطن العربي كله تجيب ميداليه بارالمبيه يا رب باذن الله ويعني في حاجات كتير قوي نفسي فيها ولسه شغاله عليها باذن الله. طب قولي لي يا ستي يعني كل ده بقى حطيه في كفه وده في كفه لوحده. لما عرفتي ان قصتك وصورتك نازله في كتاب ثالثه ابتدائي يعني القصه موجوده فيها كان حسيتي بايه؟
في الاول انا اتبسطت، بس دلوقتي يعني وانا قاعده معاكي دلوقتي انبساطي 4 أضعاف، وفهمت ايه الموضوع. ما كنتش فاهمه يعني، انا الموضوع كان بالنسبه لي نزلت في الكتاب اتبسطت شويه وتمام، بس دلوقتي في اطفال بيبعتوا لي على البيج بيصوروا لي نفسهم بالبروجكت بالاكتيفيتي اللي في الكتاب وهم عاملينه وعايزين انزل الصور بتاعتهم عندي على البيج. دلوقتي انا يعني فهمت الموضوع انبسطت 4 أضعاف ما انا كنت لما عرفت. انا عرفت ان هم ينزلوا في الكتاب لما كلموني وكده، انا انبسطت قوي، بس ما كنتش عارفه لسه ابعاد الموضوع ايه. ما كنتش عارفه ايه اللي هيحصل، ايه الدنيا. بس دلوقتي لما الاطفال بيبعتوا لي صور، وفي بنت انا اول بنت نزلت لها عندي اتكرمت في المدرسه علشان كانت اكتف معايا وكلمتني وعملت البروجكت وكده، فدلوقتي الموضوع حاجه كيوت قوي، وبلاقي اطفال بيبعتوا لي ويدعوا لي ويسبورت. ده يمكن من الحاجه اللي ادتني سبورت لمده 5000 سنه قدام ان انا اشتغل واعمل حاجه، ان هم حسسوني ان انا مديهم باور على انهم يذاكروا، ان هم يشوفوا هم عايزين يعملوا ايه، ان هم يحلموا، ان هم ينفذوا حاجه نفسهم فيها. فلا دلوقتي الموضوع بالنسبه لي حلو قوي وبسطني قوي، ودلوقتي حسيت بقيمه اللي انا عملته لما لقيت في ناس صغيره في السن ده فعلا فاهمين ايه البارالمبيكس والسباحه البارالمبيه وايه بطوله العالم، فدي كانت حاجه جامده. هي طبعا حاجه حلوه قوي. ساعات مثلا ممكن افتح السوشيال ميديا بلاقي في فيديوهات دعم من حد مثلا ذو احتياجات خاصه باشكال مختلفه بالظبط، يعني مش لازم حاجه معينه، لا باشكال مختلفه، اللي سفيره نوايا حسنه واللي بتتكلم عن الطاقه الايجابيه واللي بتتكلم عن حاجات جميله قوي وبتدي الناس نصايح وبتاع. انا الحقيقه بقعد اسمعهم وبستفاد وببقى مبسوطه وبحس بطاقه بيضاء كده جايه لي. انت بقى لما بتكوني عايزه يبقى عندك طاقه او تتلقي معلومات ما تعرفيهاش، بتنحازي اكتر للبلوجرز دول ولا ايه الفيديوهات الارشاديه اللي انت بتتبعيها مثلا؟ اولا انا بروح لمامتي، ده كده دي كده نمبر 1 يعني انا اي حاجه بكون عايزاها بروح لمامتي والاهلي، هم بيسبورت وبيقولوا لي ايه الصح وايه الغلط. في طبعا فيديوهات على السوشيال ميديا والبلوجرز اللي من ذوي القدرات الفائقه انا بسميهم، طبعا بيبسطوني ان احنا وصلنا للليفل ده دلوقتي. يعني دلوقتي السوشيال ميديا بتسبورت عن زمان. انا زمان لما كنت ابتديت العب او كان قبل لسه ما يتعرف السباحه البارالمبيه، يعني انا لما كنت بنزل ما كانش دلوقتي فيه الكم الهائل اللي الناس بتلعب بيه دلوقتي. دلوقتي الناس عرفت ايه هي اللعبه وايه ابعادها وايه اللي بيحصل، فعايزين يشاركوا اكتر ويكسبوا اكتر. بروح طبعا خلينا نقول برضو ان الاهتمام باللعبه وانت شهرتيها، يعني انت لما كان عندك عزيمه ان انت توصلي لحاجه معينه قدرتي توصلي المعلومه لشريحه كبيره ما كانتش تعرف ان الموضوع ده، ودي صح؟ ودي حاجه بسطاني جدا، انجاز يعني، ده في حد ذاته انجاز. دي من اكتر الحاجات اللي بسطاني وفي نفس الوقت بتخوف، يعني على قد ما هي بتبسط انك ايكون، انك رول موديل للناس، على قد ما انك تخافي انك تنزلي من نظرهم، على قد ما انك تخافي ان المسؤوليه دي كبيره عليكي انك لازم دايما تدي ذا بيست. طب انت ايه اللي بيخوفك؟ لا مش حوار اخاف، على قد ما ان هو اخاف ان انا ابقى انزل عن المسؤوليه بالظبط، ان انا انزل عن المستوى المطلوب. دايما بخاف ان انا انزل عن المستوى المطلوب، ودايما بحاول ان ابقى ايديال كده في عين الناس، بحاول بقدر الامكان ان انا ابقى اعمل حاجه فعلا تليق بالناس وتليق ببلدي وتليق باهلي، انه ما انزلش من نظرهم ولو 0.25%. ماما اللي معلماكي الكلام ده؟ كلام. يعني ان انت الطاقه اللي عندك في الكلام والشجاعه واحلامك الفظيعه وطموحك اللي انا شايفاه بشكل واضح قدامي ده نابع من ماما، وايه تاني؟ لا ماما معلماني كل حاجه، يعني هي عامه هي ماما بتروح معايا في كل حته، في السفريات في البطولات وكده، فلا هي معلماني كل حاجه. معلماني اهم حاجه انه دايما دايما ربنا لما بيشوف واحد بيتعب عمره ما بيضيع تعب حد نهائي نهائي. ان الله لا يضيع اجر من احسن. دي حقيقه عمي. فعلا الحمد لله الحمد لله ربنا عمره ما ضيع تعب حد ابدا، ولا ضيع تعبي وتعب مامتي ابدا. يعني انا قبل بطوله العالم اللي فاتت فعلا احنا كنا متبهدلين، بنتمرن صبح وبعد الظهر وبنروح وبنيجي، فاللي هو كنا يعني مدين نفسنا تمرين جامد قوي،
وكان عندنا تارجت بعيد شويه وهو انه اجيب ارقام معينه عشان تاهيل لطوكيو. والارقام دي كنا شايفينها بعيده ليه؟ لان الارقام المؤهله قلت او بقت اصعب من الدوره اللي قبليها. فانا نزلت وحسنت الارقام وعملت نتيجه احسن ما انا وماما كنا متوقعين. الحمد لله. اللي بيدفعك من جواك يعني كل واحد بيقدم خطوه لازم هو يقعد يقول جمل جواه، لا اعملي ده، لا انا مش هسيب اللي انا بعمله ده بمجرد ان انا تعبت، لا انا هسيبه لما اخلصه، يعني لما انتهي من العمل اللي انا بعمله عشان اوصل لنتيجه. ايه الدافع وايه الجمله اللي بتقوليها جواكي عشان توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها؟ اولا انا اكتر حاجه مؤمنه بيها مش في رياضتي بس في حياتي عامه وفي جامعتي، انه اولا بس في جامعه ايه؟ انا في اي يو سي. اوكي. ميديا مصر. اعلام بالظبط. IMC. انا مؤمنه جدا بفكره انه من غير تجارب مفيش فشل، والفشل ده هيجيب لي نجاح، with trials come failure with failure come success. فالجمله دي انا مصدقها جدا جدا، لان برضو عديت في حاجات صعبه جدا في جامعتي وعديتها، وما كنتش متخيله ان انا هبقى في الميجر ده، ما كنتش متخيله ان انا هوصل للفيلد ده. فاولا السبورت بيبقى مش يعني بغض النظر عن انه with failure come success وكده، وان ربنا عمره ما بيضيع تعب حد. لا امي يعني سبورت بتاع امي وسبورت بتاع اخويا وبابايا وعيلتي كلهم هو ده اللي يخليني يعني اللي هو لازم يكون عندي دم. انت دلوقتي في سنه كام؟ انا في ثانيه جامعه. في سنه ثانيه دخلتي قسم طبعا. انا دخلت قسم انتجريتد ماركتنج كوميونيكيشن. طب ليه ما دخلتيش اذاعه وتلفزيون؟ عشان انا من النوع اللي بحب، احنا عندنا حاجات معينه في ماسكوم، عندنا جورناليزم، عندنا IMC، انا بحب الدعايه والاعلان، بحب مش دعايه واعلان سبيسيفيكلي، برضو بحب الكونتنت كريتنج، بحب اكسبريس ماي سيلف ان فرونت اوف ذا كاميرا، فبحب السينما، بحب ان انا اعمل افلام، ان انا اكريت عن طريق الافلام والكاميرا. يعني مش عايزه تبقي مذيع يعني مثلا الناس انا دخلت اعلام عشان ابقى مذيع؟ مش عارفه، ما فكرتش في الموضوع والله، يعني التجربه لو جات لي هتبقى حلوه جدا. طب انا ممكن اقدم لك الهديه دي تجربه، ممكن تيجي تقدمي معايا حلقه في يوم؟ انا موافقه جدا. خلاص ابتداء من سنه 2021 اول اسبوع فيها انت هتقدمي معايا الحلقه. انا موافقه جدا، ما عنديش مشكله. اتفقنا؟ اتفقنا جدا. طيب يا ستي قولي لي ايه اخر حاجه بتقعدي مثلا اخر الليل كده نفسك فيها من قلبك؟ يعني نفسي في الحته دي. حاجات كتير والله. اكبرهم يعني ايه؟ اكبرهم ان انا اجيب ميداليه في اولمبياد، في بارالمبياد. اكبرهم ان انا اشتغل في الكارير اللي انا نفسي فيه واللي انا حباه. ان انا افضل ان انا اكون مش حوار ان انا ابقى مشهوره على قد ما ان انا اكون متميزه وناجحه. بالظبط، ناجحه وانام على المخده وانا هو ده اللي انا عايزاه. هو ده اللي انا عايزاه، هو انا عايزه الناس تشوفني حاجه يبقوا زيها، ان هم ان انا ابقى رول موديل فعلا بلدي تبقى مبسوطه بيها وفخوره بيها، ان انا اعمل حاجه الناس تفتكرها، ان انا اكون حاجه فعلا الناس تبقى فاكراها مع الوقت باذن الله. يا ستي انا انت الرول موديل بتاعتي من دلوقتي، انا اصلا ما بعرفش اعوم اساسا. طيب قولي لي انت عايزه تبقي شخص مؤثر، وبالفعل انت وصلتي وانت في الحته دي. طيب ايه النصيحه اللي ممكن توجهيها للناس عشان يتقدموا في حياتهم، يبقى عندهم اكتفاء ذاتي، يبقى عندهم رضا داخلي، يبقوا عايزين مش بس ناجح لا كمان يبقى شخص مختلف؟ هو عادي ان انا انزل والعب وانجح، بس اللي مش عادي ان انا ابقى مختلفه وان انا احافظ على النجاح ده. النجاح فعلا احافظ عليه حاجه صعبه جدا. اول حاجه انه نو بين نو جين، فكره انك تتمرن صبح وبعد الظهر وانك تمشي على نظام غذائي دي بالنسبه لي كانت كارثه، ان انا مشي على نظام غذائي. انا من اول بحب الاكل جدا والدكتوره بتاعتي كانت ماساه، يعني كانت بتقاسي فعلا عشان اعرف امشي على نظام دايت. فنو بين نو جين دي اول حاجه. تاني حاجة زي ما أنا قلت with trials come failure with failure come success، لازم أجرب،
انا لو ما كنتش دخلت الجامعه بتاعتي وجربت حاجه معينه ما كنتش هخش الميجر ده. في نقطه برضو جميله قوي انا برضو عايزه الساده المشاهدين ياخدوا بالهم منها، ان هي بقت مبدعه لما دخلت في الحته اللي هي بتحبها. لان في مثلا انا عايزه ادخل ابني يلعب كوره وهو اصلا ما بيحبش الكوره، هو بيحب الباليه المائي مثلا، فاهماني؟ يعني بيحب حاجه ما لهاش علاقه بالموضوع ده، فمش هيبقى مبدع. ممكن ينجح، ممكن يمشي زي اي حد فيها، لكن مش هيبقى الواو. بالظبط. فجميل ان انا اعمل دمج ما بين العاطفه وما بين التميز. بالظبط. مش هعمل حاجه، اصل انا مش هخش حاجه انا مش حباها. انا مش هقعد 14 سنه ادي في نفسي تمرين صبح وبعد الظهر واروح واجي واعمل وانا مش حباها، وانا مش عايزه اعمل كده. انا لقيت نفسي في الحته دي، فدي اللي شغاله فيها. تاني حاجه انا بس عايزه ان هم يا جماعه والله ربنا ما بيضيعش تعب حد تماما تماما. اتعبوا واتبهدلوا واشقوا ويعني واعملوا كل حاجه تقدروا عليها، واكيد في حاجه في الاخر مستنياكم احسن ما انتوا كنتوا متخيلين بكتير. يا ايه من عند الله، نورتيني النهارده. ميرسي، ربنا يخليك. ربنا يديكي كل اللي انت عايزاه، مع اني شايفاك كبيره جدا ووصلتي لحاجات محدش عارف يوصل لها. مبروك. ميرسي. واحنا فخورين بيكي. ميرسي. وانت اسم البرنامج، يعني انت ذا ليدي. ميرسي. انت فعلا ليدي مصريه جميله. يا رب ينولك كل اللي انت عايزاه. وبضم صوتي لصوت ايه، بالفعل مفيش اسانسير للنجاح، في سلم هتطلعه، لازم تتعلم من البداية لحد ما توصل لكل اللي انت عاوزه، واي حاجة انت عايزها من الدنيا دي هتاخدها وهتبقاها. سادة المشاهدين، يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. نشوفكم الاسبوع الجاي على خير. كنت معاكم هبة زياد.